مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، يعني اليوم كانت إحدى جلسات المتهمين، ويعني جرى فيها الاستماع لبعض الأقوال وما تم تسجيله في التحريات. هل أنتم راضون عن عموم مسار القضية؟ هل بدأت تسير في الاتجاه الصحيح؟ نعم، اليوم كانت جلسة في انطلاق 38/2020، والجلسة كانت محددة لمواصلة سماع قضية الاتهام. واليوم استمعنا لشاهد الاتهام الأول، وهو اللواء معاش سليمان شنقراي، وهو الشخص الذي قام بالتحري مع العسكريين الذين ما زالوا كانوا في الخدمة في تاريخ فتح البلاط. نعم. والحقيقة هذا الشاهد لم يدلي بشيء يتعلق ببينة مباشرة في مواجهة المشتبه بهم، إضافة إلى أنه لم يكن طرفا في التحري مع المتهمين في البلاغ. البلاغ الذي نظرته المحكمة اليوم، المتهمين فيه اللواء معاش أنس عمر والعميد الركن مالك عثمان وجمال الشهيد والطيب السيد وشديف صالح وأسامة مساعد وخالد محمد نور، إضافة إلى الترمذي محمد نور وعبد الرحيم عمر من المدنيين. فهذا الشاهد هو الشاهد الذي قام بالتحري مع العسكريين الذين كانوا في الخدمة، ولكنه لم يقوم بالتحري مع المتهمين الماثلين أمام المحكمة. هو أدلى بإفادات تتعلق فيما قام به، والحقيقة هو أفاد أنه لم يجد بينة مادية واضحة في مواجهة المتهمين الذين قام بالتحري معهم، وأفاد في أقواله أنه كان لديه توصيات مختلفة في مواجهة هؤلاء العسكريين. أربعة منهم أفاد أنه أوصى بإطلاق سراحهم فورا، وثلاثة منهم أوصى بأن يحاسبوا إداريا، أربعة أوصى أن يحاسبوا إداريا، وأربعة أوصى أن يطلق سراحهم فورا. وهؤلاء هم العسكريين الذين كانوا في الخدمة، والذين تم الزعم بأن المتهمين الذين نمثلهم نحن هم الضباط المعاشيين واثنين من المدنيين كانوا يرتبوا للتغيير مع هؤلاء العسكريين الذين في الخدمة. وبالتأكيد إذا لم تثبت التهمة في مواجهة المتهمين الأصيليين، فبالتأكيد لن تثبت في مواجهة المتهمين بالتعاون يعني. لذلك نحن نعتقد كهيئة دفاع أن القضية حتى الآن تسير في صالح موكلينا. لا توجد حتى الآن بينة واضحة في مواجهتهم فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إليهم. كل الذي أفاد به الشاهد اليوم أنه قام بتلك التحريات نتيجة لمعلومات أولية، ولكن لم يقدم أي بينة واضحة ومباشرة لعناصر الاتهام أو عناصر مواد الاتهام في مواجهة موكلين. لذلك نحن نعتقد أن هذه القضية بشكل عام لا تقف على قدمين من حيث البينات.